بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكير عبد العالي، مهندس برمجيات MVP أمبر كدير، والدرس 65 في الدلفي للمبتدئين، والدرس الثالث في قواعد البيانات مع فريمورك فيسيا. وصلنا إلى إدراج الاي دي للسن والاي دي للتيتشر في داخل جدول فيديو. سنذهب إلى قاعدة البيانات و نذهب إلى الفيديو، نضغط بالزر الأيمن Create أو ونضيف الـ ID وهو Int، ونضيف فيديو Teacher ID ويكون Int. آسف لا أعرف عمل زوم هنا في المناجر. ضفنا الاي دي int عمل سيف. الان سنعمل العلاقات، يعني هنا الربط اللي هي نسميها بالعربية لا أدري، اذا هو يعني ادراج الاي دي هنا وعملية ربط هذا الخط هذا، كيف نقوم بفعله في الاسكال سيرفر. بعدما اضفنا الحقول سنذهب ونضغط بالزر الأيمن Diagram ونقول له إنشاء New، ونحدد الجداول الذي نريد الربط بينها، يعني سنرسم الـ MCD هنا أو الـ MPD يكون أحسن، موديل فيزيك دي داني. إذن هو الفيديو هو العلاقة التي تربط الاثنين هنا، معناه أننا عندما نعرف الفيديو نعرف من قام بإلقاء هذا الفيديو أو هذا الدرس، من قام بإنشاء هذا الدرس، وما هو موضوع هذا الدرس، ما هو موضوع هذا الفيديو، يعني أي درس هذا الفيديو. أوكي، نذهب إلى هذا الحقل ونسحب ونذهب إلى هنا. هكذا سيطلب مني نتأكد أن الحقول الربط يعني الـ ID للتيتشر مربوط مع الـ ID للتيتشر، نعمل أوكي. سيعمل ريفيرنس، يعني يذهب إلى الفيديو هنا ويضيف لي كلي أين يضع المفروض سيضع هنا الكونترانت، يعني هنا يضيف لي يعني فرنكي. إذن هنا ضاف الفرنكي ما بين الفيديو والتيتشر. الآن نفس الشيء ونتأكد أن هذه جيد. إذا هنا كما تلاحظون أنشأ فورم كي اسمه فيديو لسن، وقبل ذلك كان فيديو تيتشر، وهكذا أعمل سيف دياجرام. أوكي، جيد. أوكي، أعمل ريفرش هنا، وكما تلاحظون ضاف لي الفرونكي، عندي الكلي بريمير والفرونكي. أوكي، أنشأنا الجداول، أنشأنا الروابط. الآن نذهب إلى الدلفي للربط مع قاعدة بيانات SQL Server. قلنا هناك عدة أدوات من بينها الأدو، لكن قلنا أن الفايرباك هي أحسن أدوات الآن حاليا، هي المستعملة بكثرة وهي المطلوبة في سوق العمل. إذا FD Connection، ماذا كتب بالعربية؟ FD نأتي بـ FD Connection، نضغط عليها مرتين أو بزر الأيمن ونقول Edit. نحتاج إلى ويزار، أو عفوا نحتاج أولا إلى تحديد ما هي نوع قاعدة البيانات، هي MS SQL. بعدما نحدد MS SQL نضغط على ويزار هكذا، فيطلب مني اسم السيرفر. سأذهب إلى SQL سيرفر وأقول له ما هو اسم السيرفر، أعمل نسخ لاسم السيرفر، وأذهب إلى الدلفي وأنسخ اسم السيرفر وأعمل أوكي. نعم، أنا أريد الربط مع الإيدنتيتي الخاص بالويندوز، فأقول له أوكي. أعمل تيست
اوكي جيد، اعمل ويقول لي التست سليم، اعمل اوكي، انزع فقط البرومبت هنا لوجين برومبت واجرب ان اعمل كونكتد ترو فولس، استطيع الربط مع قاعدة البيانات. جيد، اريد ان اتصل مع قاعدة مع جدول فيديو، اذا تاب اف دي تاب، اذا عندي مكون الاتصال مع قاعدة البيانات ثم مكون الاتصال مع الجدول، اوتوماتيكيا ضاف لي اف دي كونكشن في اف دي تاب. اذا ربطنا الاف دي كونكشن مع اف دي تاب مع اف دي كونكشن عن طريق خاصية موجودة في الاف دي تاب اسمها كونكشن. اذا هنا حددنا اف دي كونكشن رقم واحد. بطبيعة الحال تغيير الاسماء ضروري جدا، لكن نحن سنتعلم هكذا في البداية. ثم هناك خاصية اسمها تاب النيم، ستطلب مني ما هي الجداول التي تريد الربط بها. ظهرت لي عدة جداول، لم احدد قاعدة بيانات في الاف دي كونكشن عفوا، لابد من تحديد داتابيز والا ستظهر كل الاشياء التي موجوده. داتابيز، هنا داتابيز، ما هي اسم قاعده البيانات؟ كي الان اذهب الى هنا، طاب النيم، وهنا ظهرت لي الجداول التي أتعامل معها، وسأختار فيديو مثلا. جيد، أصبح عندي مكون اتصال مع قاعدة بيانات، مكون اتصال مع الجدول المحدد اللي هو فيديو. الآن أريد عرض نتائج يعني كل السجلات، إذا عندي دي بي جريد. دي بي جريد هو أداة عرض في شكل جريد، يعني في شكل جدول تعرض لي الأدوات. ولربط مع لا نستطيع الربط مباشرة الجريد مع الطابل، لابد بالمرور مع شيء معين اسمه داتا سورس. سنأتي بالداتا سورس أو نضغط بالزر الأيمن هنا الحقول ونسحب واحد منهم ثم نحذف ويضيف لي هو داتا سورس مباشرة. اوكي، بعد ذلك ساربط هذا الداتا سورس الجريد مع الداتا سورس. اذهب الى خاصيه اسمها داتا سورس، وهكذا ربطت الداتا سورس مع الجريد، والداتا سورس يربط مع الطابل عن طريق الداتا سيت. اذا الداتا سيت هنا نحدد اي طابل نريد الربط به، وبعد ذلك لم يبقى الا اكتيف ترو، وهكذا تحقق هل اتصلت على الحقول الموجودة في قاعدة البيانات. جيد، سنضيف سجلات في قاعدة البيانات ونرى النتيجة هنا في الدلف. إذا سأفتح جدول الفيديو وسأملأ هذه الحقول. إذا عندي هذا الدرس مثلا، هو الدرس الأول في الفيسيال، سأنسخ اليورال، سأضعه في الـ URL، سأعطيه دات مثلا تاريخ اليوم هو 07/11/2021. اوكي، النيم التعامل مع قواعد البيانات رقم واحد، سأنسخ العنوان وأضعه هنا. جيد، الآن من قام بالدرس؟ أنا لا أعرف الـ ID، إذا سأعمل واحد. ما هو الدرس؟ لا أعرف، سأضعف واحد. أوكي، هنا سيحدث خطأ ويقول لي الـ ID هذا غير موجود، لابد من إضافة teacher. إذا سأذهب وأضيف teacher. إذا رقم واحد هو مثلا سكيري تعالي. ثم لسن الدرس الأول مثلا VCL دلفي VCL. جيد، الآن أستطيع تسجيل هذه الصورة، أظن أنني
لم أقل يقبل النيل، فسأعمل مثلا، سأختار مسار في الديسك أضع فيه صور حالية. صورة، أين هي الصورة؟ جيد، صدع هذه الصورة، دلفي بيسي. ما هذا الذي يبقى؟ إذا هنا كتبت باللغة العربية، وعندما عرفت كتبت فارشار فقط في الاسم، وهو آن فارشار. آن فارشار. أوكي، نرجع هنا، والآن حفظ كل شيء. نذهب إلى الواجهة، واجهة الدلفي. نعم، أكيد عندما تغير الأشياء في الداتابيز تأتي إلى هنا وتعمل تعيد الشحن، فهنا يشتغل. كما تلاحظون عندي الداتا، استطعت عرضها في واجهة في دي بي جرين. نأتي بالدي بي نافيجاتور الآن ونضعه في الأسفل ونربطه مع الداتا سورس عن طريق خاصية اسمها داتا سورس. وهنا سنستطيع إضافة السجلات كما نريد، يعني سأستعمل هذه الواجهة في الإضافة. نستطيع عمل الضغط على زائد ونضيف السجلات هنا مباشرة في الدي بي جريد، يعني هكذا ونضيف السجلات. أوكي، الآن نمر إلى الصورة. الصورة كما تلاحظون في الرسم هنا أعطاني الصورة، قال لي الصورة تضعها هنا والديسكريبشن تضعها هنا. لم نضيف ديسكريبشن، نسينا إضافة ذلك في الفيديو. سنضيف الصورة هنا، إذا سأأتي بإيماج ليس دي بي ايماج، هنا ايماج، لاننا كما قلنا ان الصوره اذا ما اضفناها في شكل صوره في قاعده بيانات نستطيع عمل دي بي ايماج وتكون في شكل بلوب مع حقل من نوع بلوب ونعرض الصوره هنا. لكن عندما تكون هنا مسار للصوره كيف نستعمل ذلك؟ اذا سأضع زر للتجربه فقط واضغط على الزر. عندما اضغط على الزر اقول له ايماج picture.load from file، ثم أعطيه string. هذا string سيأتي من أين؟ يأتي من الحقل URL الموجود في الطابل، إذا من هذا URL. سأذهب إلى name هنا وأخذ الاسم وأكتب text. هكذا أستطيع الوصول إلى قيمة الحقل الموجود في قاعدة البيانات وأضيفه، يعني load from file سيعطيني مسار الصورة وسيعرض الصورة. أخطأت في، عفوا ليس الـ URL، بل الـ URL هو خاص بالفيديو. بل image. وعند الضغط كما تلاحظون الصورة أتت. هناك خاصية لحصر الصورة، أعمل ترو هنا ونجرب الآن. وهذه الصورة، صورة الفيديو. أوكي، الآن ليس من الضروري أن نضغط على الزر، لابد من إضافته في حدث ما، والحدث هو في الطابل. نذهب إلى حدث اسمه scroll after scroll.